الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من اون سيت. النهارده عندنا اخبار كتير عن اعمال فنيه كتير عشان الحياه خلاص رجعت تاني لطبيعتها من بعد فيروس كورونا. فنانين كتير بيصوروا افلام وفنانين كتير بيصوروا مسلسلات وفي كمان فنانين لسه هيشاركوا في مسرحيات. تعالوا بقى نشوف ايه هي اهم اخبار الفنانين في فقره النيوز. الفنان تامر حسني خلاص قرب انه ينزل ألبومه الجديد خليك فولاذي، اللي اول اغنيه منه كانت اغنيه اختراع اللي كانت مع الفنان محمود العسالي وكانت اخراج الفنان تامر حسني نفسه ونجحت نجاح كبير جدا، واللي كان ليها رقصه مشهوره ووصلت لترندنج نمبر 1 على تيك توك. ودلوقتي خلاص اغنيته الجديده ما بطلناش احساس هتنزل قريب جدا، وهي هتكون كلمات محمد القياتي والحان محمد حمزه وتوزيع امين نبيل. الفنانه دنيا سمير غانم هتسافر هي والفنان هشام ماجد وبقيه ابطال فيلمهم الكوميدي الجديد تسليم اهالي للغردقه عشان يكملوا تصوير الفيلم هناك. الفيلم هيكون اول بطوله مطلقه لدنيا سمير غانم وهو تاليف شريف نجيب واخراج خالد الحلفاوي. واضح اننا هنشوف الفنان خالد الصاوي في افلام كتير في الفتره اللي جايه، وده عشان هو خلاص خلص تصوير في فيلم هيكل نظمي مع الفنان رامز جلال، وبعدها خلص تصوير في فيلم 30 مارس، ودلوقتي هيبتدي يصور في فيلم للايجار اللي هيكون بطولته هو والفنانه جيهان خليل والفنان محمد سلام، وهيكون اخراج اسلام السيد.